الصحاب حلها مايل يمين صبح شمال قلبي من كشا المال على الأندال مش الفلوس ولا كتر مال الفلوس عملت عيال كده طول ما هي ماشية جنبك لما وحشية كده 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 لو شدت تلقى الزحمة مفضت كده 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 يا ابو حميوس الكهربا هتلمي الفلوس مش هتعليك واطي والنصيب فيك الكلام فعلا مش ليك البس لو جاي عليك الفلوس مش هتعليك واطي والنصيب فيك الكلام فعلا مش ليك البس لو جاي عليك الرخيص ما يغلهوش ما القارون ما يكفهوش والجعان ما تأكلوش أكلات ما يشبعهوش أكلتنا يشبهوا أكلتنا يشبهوا الكلام ده للعيال والتمام كلامه مفعال سيبك من اللي بيتقال احنا لقمتنا حلال كده 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 يا اصحابي كده طول ما هي ماشية جنبك لما وحشية كده 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 كده